يقول: هل التوبة من الشرك الأكبر يتقبلها الله ويغفر لمن تاب منه؟ بلا شك، من تاب تاب الله عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من تاب من الشرك تاب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن قال: وأنيبوا إلى ربكم. أنيبوا يعني توبوا إلى الله. نعم.